إذا مشاهدينا الكرام ينطلق الشوط الأول ينطلق الشوط الرئيسي. الله الله الله، شعارات عديدة، الله الله، مضمرين العمالقة، الله، المركز الأول وفي الصدارة شعار بن يحيى، الله، شدايد علي بن عبد الله اليحيى المري، المركز الثاني من الجانب الآخر، المركز الثاني لم يتوضح الرقم، المركز الثاني وصلت الشاهنية فهد بن ذروة المري، الله يا فهد يا بن ذروة. المركز الثالث، المركز الثالث من الجانب الآخر أيضا، الله، وصل 12. وصل 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 الذيبة، الذيبة محمد بن جابر الخيرين، الله، الذيبة في المركز الأول، المركز الثاني، المركز الثاني الشاهنية فهد بن ذروة المري، المركز الثالث الدوحة علي بن سعيد بن حلفان، ولكن نعود إلى الذيبة، إلى الذيبة، إلى الذيبة، إلى الذيبة في المركز الأول، الله، ومحمد بن جابر الخيرين، يلا يا أبو جابر، الله الله الله، 300 متر، 300 متر ما تبقى، الله، أشكرك 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 أشكرك، سلام يا الذيبة سلام، ونزف التهاني إلى محمد بن جابر الخيرين، سلام 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 يا راعي الماهر، سلام سلام يا أبو جابر، سلام، أشكرك على هذا الأداء المميز وعلى ظهر الذيبة، الله الله الله، ها هي لحظات وصول الذيبة في المركز الأول لمحمد بن جابر الخيرين، المركز الثاني وصلت الدوحة لعلي بن سعيد بن حلفان، المركز الثالث وصلت شدايد للسيد علي بن عبد الله اليحيى. إذن التوقيت الزمني التي قطعته الذيبة محمد بن جابر الخيرين 1:43:24 جزء من الثانية.